أحييكم بتحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. هذه آيات بينات يحبرها على مسامعنا الدكتور عبد الملك سليمان، فليتفضل المشكورة. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا نحن نحتفل اليوم بمسابقة القرآن الكريم الرمضانية الكبرى. يرى في عينك السحر يحن إليك يا حدباء. اليوم حقيقة هو يوم إعلان النتائج للمسابقة الرمضانية الكبرى. هذه المسابقة كانت برعاية معالي رئيس ديوان الوقف السني الشيخ الدكتور عبد الخالق العزاوي وبإشراف من دارة احتفالات والمولد النبوي الشريف. هذه المسابقة كانت عبارة عن سؤال وجواب خلال شهر رمضان المبارك لكل يوم، وكان هنالك 30 جزء في القرآن الكريم، من كل جزء كان اختيار سؤال وهنالك إجابة لهذا السؤال. بلغ لأول مرة عدد المشاركين، تجاوز عدد المشاركين 6000 مشارك على مستوى محافظة نينوى. حقيقة لأول مرة تكون هنالك بهذا الكم من عدد المشاركين، والكل إن شاء الله عز وجل هم فائزون برضاء الله تبارك وتعالى أولا وآخرة. أما عدد الفائزين بالمسابقة الدنيوية فهو بلغ عدد الفائزين 3000 متسابق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي خير الجزاء لكل من كان سببا في هذه المسابقة المباركة، ويجزيهم عنا خير الجزاء. شيئا مفرح أن ترى هذا الحضور الهائل وهؤلاء المشاركين والمشاركات في هذه المسابقة الرمضانية الكبرى. نسأل الله عز وجل أن يعم الأمن والأمان محافظتنا العزيزة وبلدنا العزيز، كما نثمن دور كل من ساهم وشارك في هذا الاحتفال العظيم. تقيم دائرة مديرية الوقف السني في نينوى بالاشتراك مع مركز يحيى الطالب وكذلك تربية نينوى المسابقة أو توزيع الجوائز على المتسابقين الذين شاركوا في الأسئلة القرآنية التي وزعت في شهر رمضان، والحمد لله كانت الإجابات أكثر من 6000، ولكن كانت الإجابات الصحيحة أكثر أو ما يقارب 3000. واليوم تجتمع الناس نجتمع لإجراء القرعة لتحديد الفائزين، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرفعنا بالقرآن، وأن يكرمنا بالكرامة للقرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن من أهل الله وخاصته. مشاركتنا اليوم إن شاء الله مع أخواننا وأحبابنا للاحتفال والاحتفاء بهذا الجمع المبارك الكبير، المسابقة القرآنية الكبرى الرمضانية، ومشاركة 6000 قارئ أو مشارك للتلاوة، ترشح 3000 منهم، جزاهم الله خير. مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. جئنا اليوم للمشاركة والاحتفال بهذه المسابقة الكبيرة إن شاء الله، نشارك في أناشيد إن شاء الله عن القرآن والمناجات وحب النبي صلى الله عليه وسلم. تزف اليوم مديرية الوقف السني برعاية بمتابعة من قبل أستاذ نشوان الحيالي مدير الوقف السني، وبتوجيه من معالي رئيس الديوان الشيخ عبد الخالق العزاوي، مسابقة القرآن الكريم على مستوى محافظة نينوى. أنتم اليوم تشوفون بأم عينكم الحضور، ما شاء الله أكثر من 3000 إلى 4000 رجال على نساء. نسأل الله الأمن والأمان محافظة نينوى.